يقول وليد يوسف ابن يوسف: تفسير حديث الأنصاري الذي اشتكى الزبير لرسول الله على شراج الحرة، الشراج المسيل، مكان مرور من الحرة، مكان الحجارة، ففي مية جاية من ناحية الحرة وستمر بأرضين، أرض الزبير وأرض الأنصاري، فالماء سيمر على أرض الزبير وأرض الأنصاري. فقال النبي: يا زبير اسقي يا زبير، ثم اترك الماء للأنصاري لأرض الأنصاري. فالأنصاري يريد أن الماء يمر له أولا وهو يمر بأرض الزبير أولا، فقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء للأنصاري. اعترض الأنصاري وقال: أو إن كان ابن عمتك. فقال الرسول عليه السلام واستوفى للزبير حق: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا مستوفا ثم أرسل الماء للأنصاري. وكان قبل ذلك أشار عليهما بأمر إصلاحي لهما فيه فسحة، والله أعلم.